في هذه الأثناء أعلن المعتصمون في العراق رفضهم لتصريحات المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي التي هاجم فيها التظاهرات في العراق ووصفها بأعمال الشغب. يأتي هذا فيما أعلنت مرجعية النجف تأييدها للتظاهرات السلمية للعراقيين رافضة استغلال عنوانها في هذه التظاهرات. لم ينتظر العراقيون طويلا ليعبروا عن امتعاضهم من تصريحات المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي حيال تظاهراتهم السلمية. خامنئي الذي اختار تويتر ليعبر عن موقفه حيال الحراك الشعبي العراقي تلقى الرد من ميدان الاحتجاجات المركزي في قلب العاصمة بغداد. ويأتي الرد الشعبي على خامنئي ليعبر بوضوح عن مدى الامتعاض الوطني العراقي من الدور الإيراني السلبي المتحكم بقرار بلدهم كما يقول المعتصمون. والله احتلت العراق ايران، كل مفاصل الحياه محتلتنا، اقتصاديا سياسيا ما خلت شيء فينا ما احتلتنا. فشعارات التنديد بالمرشد علي خامنئي وزعيم فيلق القدس الايراني قاسم سليماني تكاد تكون تسمع حيثما يحتشد المنتفضون العراقيون. يتزامن الحراك المجاهر بالتنديد بإيران مع حراك آخر اختار رفع أعلام الحشد الشعبي وصور للمرجع الديني علي السيستاني في بغداد. يعتبر ناشطون إن المسيرة التي انطلقت لم تكن عفوية، ويستدل هؤلاء على ذلك بالبيان الذي صدر عن مرجعية النجف والذي رفضت فيه صراحة رفع صور للسيستاني أو استغلال اسمه من أي جهة كانت، والذي قوض على ما يبدو ما كان مخططا له اليوم من تجمع كبير لما سمي بأنصار المرجعية في بغداد. ولا أريد رجال الدين يدخلون، رجال الدين يبقون هناك بأعمالهم الدينية، ما عليهم بالسياسة. ويحذر المتظاهرون أيضا من خطط لإحداث مواجهات بين التجمعين لإعطاء ذريعة للحكومة لفض التظاهرات بالقوة. سياسياً تقول تسريبات متعددة إن إيران تصر على التمسك برئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ما يعتبره المعتصمون دليلاً آخر على دورها المهيمن على الواقع السياسي في العراق. أنا أريد وطن، أريد وطن، لأن أساني بالعراق مو عراق، غازين إيران، إيران غزتنا. وهو ما قد يضع إيران في مواجهة مع العراقيين المنتفضين الذين يقولون إنهم يريدون استعادة وطنهم بعيداً عن سيطرة إيران أو أي دول أخرى.